الوعد والمكتوب مقدرين لنا وكل شيء مكتوب بنشوفه كلنا. الوعد والمكتوب مقدرين لنا وكل شيء مكتوب بنشوفه كلنا. القسمة والنصيب الاتنين مكتوبين وإن كان لك حبيب مكتوب عالجبين. تشيل عنه الهموم والدمع ويشتريك وتبعد عنه يوم يخاصمك ويجافيك. وإن بت يوم مغلوب ده شيء مقسوم لنا. وإن بت يوم مغلوب ده شيء مقسوم لنا. ده شيء مقسوم لنا. الوعد والمكتوب مقدرين لنا وكل شيء مكتوب بنشوفه كلنا. وقلوبنا وحظها والبخت يوم يغيب ويوم يرجع لها. الحب يا نصيب وقلوبنا وحظها والبخت يوم يغيب ويوم يرجع لها. نشوفه بالعيون يقرب عندنا ويخيب الظنون ويهرب مننا. وإن بت يوم مغلوب ده شيء مقسوم لنا. وإن بت يوم مغلوب ده شيء مقسوم لنا. ده شيء مقسوم لنا. الوعد والمكتوب مقدرين لنا وكل شيء مكتوب بنشوفه كلنا. عيادتنا يا ست العيادات ولا زيك في الدنيا عيادة. عيادتنا يا ست العيادات ولا زيك في الدنيا عيادة. دكتورك وياه شهادات أشكال والوان من دعلادة. واحنا كمان كده واحنا كمان كده واحنا كمان كده. انتم انتوا اللي بتفتحوا عيادتكم ولا حد يهوي بناحيتكم. والنبي تكتبوا على يافطتكم والنبي تكتبوا على يافطتكم. متعهد شراب السلوفات عيادتنا يا ست العيادات. وانتوا كمان كده وانتوا كمان كده وانتوا كمان كده. احنا اما نعالج زبايننا يحلفوا ويقولوا مفيش منا ولا درسي اصلا ولا سنة ولا درسي اصلا ولا سنة. ويومات بندي روشتات عيادتنا يا ست العيادات. واحنا كمان كده واحنا كمان كده واحنا كمان كده. انتوا اللي بيدخل مفقود اما اللي بيخرج مولود. وزبونكو بيحلف ما يعود وزبونكو بيحلف ما يعود. ويروح وقليل الباب عيادتنا يا ست العيادات. وانتوا كمان كده وانتوا كمان كده وانتوا كمان كده. احنا والله عال
احنا زبايننا بقى جمعهم يتمنوا زنانهم في وجاههم علشان ما يجونا ونخلقهم في دقيقة من الست ساعات عيادتنا يا ست العيادات. وانتم كمان كده وانتم كمان كده وانتم كمان كده احنا زبايننا بقى جمعهم يتمنوا زنانهم في وجاههم علشان ما يجونا ونخلعهم علشان ما يجونا ونخلعهم في دقيقة من الست ساعات عيادتنا يا ست العيادات. واحنا كمان كده واحنا كمان كده واحنا كمان كده 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 كده. ما بس بقى انت علقت ولا ايه ولا ايه انت؟ بس انت. لا مش بس انا. بعدين انا كلم دكتور من عندي. الله ايه مبسوط شوية. هو ممنوع المغنى ولا ايه؟ هنا دكاترة مش حلمية بلد. لا هنا مش دكاترة. هنا دكتور واحد بس. بتاعنا. وبتاعي انا كمان. ده حكيت مش دكتور. ده جراح بس. خواجة جوز ده بيشتغل في سنان بقاله 30 سنة. واحنا بقالنا سنة. انما فايدانكم. اداك ايه دالكم؟ يعني هنقطع عيشكم ان شاء الله. عيش بلدي مش لحبي. هنقطع لكم الافرنج. ده غلباوي كتير. ايه خبطه؟ بونجور ماموزيل. بونجور دكتور. ايه في ايه؟ حمودة ده بيعمل معايا شمت كتير. معلش حقك عليا. انا عارف انه ولد شقي قوي. انت شنتي قوي يا دكتور. ميرسي. انت تصدقي باللي خلقك ثاني مرة لو خدتيني طبطب على خدك لاكون عصمة راسك. وانتي مالي انتي؟ ملك مال من ملاميلك؟ انت اللي تشتغل عنده ولا انا؟ لا مو انا انتي. خلاص لما احب اطبطب على خد عنده خد يطبطب عليه. ولا مالك انا؟ ايه ماريا؟ ما هي بتقولي طب 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 طب. ايه دي طب 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 هي؟ يعني استوعب طب طب يا خواجه. اتفضل يا خواجه. وجود دكتور. بونجور. ازيك دلوقتي؟ الحمد لله. كويس؟ الحمد لله. استريحت اليومين اللي فاتوا؟ الحمد لله يا دكتور. كويس قوي قوي. جرى ايه؟ مفيش. هات الحقنه اللي هناك. فوق. حاضر. ايه دي؟ اوعى تقرب لي لحسن دي بتاعت العوايد يودوك. عيني الدكتور كنت قالني السلامة يا ست هاني.
مع السلامة. أروار أروار مع السلامة. أروار أروار الثاني. خلاص يا دكتور، ما فيش حد. ايه دي؟ صوتي كويس؟ شكرا. افندي مالكم؟ ايه في حد يا حمودة؟ طبعا في حد. اتفضل يا ست هاني اتفضل. بونجور دكتور. بونجور، اهلا وسهلا. اتفضلي يا مدام. مادموزيل من فضلك. اوه باردون، اتفضلي يا مادموزيل. بهية اديني ازازة دواء من المعمل. انه دواء؟ اي دواء. حاضر. اديها اوام بسرعة كده. ايوه. طب مش كنت تدور عليها شوية؟ ها؟ غريبة، يظهر ان حضرتك رحت الدكتور قبل كده يا مموزيل. ايوه وفحر لي دف، بس للأسف ما قدرش يحشيه. ما قدرش يحشيه ازاي؟ مات. مات؟ ايوه مات. انا ما سمعتش ابدا ان ليا زميل مات. غريب، ده جارك كوستا. كوستا مات؟ انا برضو استغربت، بس التمرجي بتاعك قال ان الموت سهل قوي. مدهش. مات ازاي الراجل ده؟ معرفش الله يا دكتور، اصل انا ما اتدخلش في المسائل العائليه دي. الله. بونجور دكتور منعم. بونجور. سيبه احسن، دي بتاع عوايد. عوايد مين؟ معلش اندفعت. اتفضل دكتور، عاوز حاجه؟ لا معلش، بس كنت عايز اخد معاك فنجان شاي. اتفضل. اما اخلص العياده واجيلك. طيب. مين اللي عمل كده؟ معرفش الله يا دكتور، سرير ده راجل مفترق، ليه هو اللي عاملها؟ أنا آسف جدا يا ماما زين، ما ماتش أبدا. ما ماتش؟ آه ما ماتش، يظهر إن واحد صاحبه عامل فيه مقلب. مدهش. اتفضلي يا مدمزيل الحلو قبل ما ينزل أحسن، ده تملي بينزل بدري. بس أنا ارتحت هنا قوي. آسف جدا يا ماما زين، كان كل ودي إن أحشيلك ضرسك أنا بنفسي. طب ماتش يلا، ما إحنا فيها. ما أقدرش. كوستا راجل صديقي وزميلي وقدير جدا. ميرسي يا دكتور منعم. اسم حلو قوي يا دكتور. في بره زبون بيخر دم. أروار مموزيل ميسة. ميسة. أنا كنت خالي الشباب دوني من نظرة عين، غيرت حالي وسبتوني معرفش انا فين. انا كنت خالي شبكتوني من نظر الطين، غيرت حالي وسبتوني معرفش انا فين، معرفش انا فين. القلب راح مني وسلم وسبقني ومال، من قبل ما ايديا تسلم وصبحت بحال. القلب راح مني وسلم وسبقني ومال، من قبل ما ايديا تسلم وصبحت بحال. والدنيا زي ما هي لكن جديد عليا، والدنيا زي ما هي لكن جديد عليا.
غيرها عندك يا عيوني ورد الخدين. انا كنت خالي شبكتوني من نظر الضعين. غيرها عندك يا عيوني ورد الخدين. انا كنت خالي شبكتوني من نظر الضعين. من نظر الضعين انا عشت ايام وليالي في الدنيا غريب. ما كانش يخطر على بالي بقالي حبيب. انا عشت ايام وليالي في الدنيا غريب. ما كانش يخطر على بالي بقالي حبيب. سحر العيون خلاني صبح بمخلوق تاني. سحر العيون خلاني صبح بمخلوق تاني. الصبر يلي شغلتوني راح اجيبه منين؟ ده انا كنت خالي شبكتوني من نظرة عين. الصبر يلي شغلتوني راح اجيبه منين؟ انا كنت خالي شبكتوني من نظرة عين. من نظرة عين الزبون اللي جوه بقه اتهرم المضمضة يا دكتور. ثانية واحدة. تحب اغطيهولك لبكرة؟ انت اللي جبت لي وجع الدماغ ده كله. الله ايه زبونة وهفناها من كوستة. ده انا اللي اتهفيت بقلبي. سلامة قلبك يا بهية، ما تتعبيش نفسك يا اختي، ده دكتور وانت سيستي. بس 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 يا حبيبتي، الله، هتعملي ايه يا بهية في المقدر والمكتوب؟ اه يا حمودة من المقدر والمكتوب. افندم. في حد تاني؟ لا. كفاية كده. الله. سعيدة كوستا. أخلين دكتور. سهي يا مريم. جاهز يا خوالي. ها إزاي الحال؟ والله يا دكتور من ساعة ما جيتوا يافطة الأوائل هنا مفيش شغل أبدا. معلش ربنا كبير. إزاي؟ ميرسي أوي يا مريم. كالينيرو ماريا. كالينيرو انجليكي. كالينيرو كوستا. اوه كالينيرو مي. استاذن انا بقى دكتور. لا معلش دي ماما بتاع انا. اشرب يا دكتور. ميرسي هي ده حلوة وام الرضا احلى وزباين حلوين. دول؟ لا اعوذ بالله انا قصدي على اللي اتحشم وخرجهم. اوه حلوين قوي. اه ميسة. ايوة تعرفها؟ عرفها قوي. دي من فاميليا كبيرة جدا. ايوة فاميليا كبيرة قوي قوي. تابوها بيشتغل ايه مدير مصلحة كبيرة قوي في الحكومة. انت تعرفه؟ اعرفه. دول حتى ساكنين في الجزيرة. ايوة ايوة انا ياما قعدت معهم وكنت بكلمهم في التليفون حتى نمرتهم 16-045. ايوة 16-045. ميرسي قوي قوي قوي. الشاي اشربيه انت بقى. معلش Thank you.
طاهر. طاهر بيه، انت يا بني ادم انزل لك التليفون يا اطرش. سامع ولا مش سامع؟ سامع. عاوز انا اعمل ايه؟ هو متردش ليه؟ ورد ليه؟ طبعا ترد ليه؟ كفاية قعدتك في وشنا زي العمل الرضي. البركة فرك، اتفضل يشوفي، اهم نصروا صورتي في الجرائد السيارة. يا مستي نشروها. لجنة التطهير تطيح بعنصر الفساد. طاهر بلع فيه، مدير عام مصلحة الاستعصار والتعسير. تبقى مصيبة لو حد شاف الجريدة السيارة دي. انت خايفة لحد يشوفها ومش خايفة من اللي هيحصل لي؟ اصلك مفتري. انا امال لك بصرفك انت وبنتك، هجيب لكم منين يا المزهانم؟ البركة في ترابيزة القمار اللي ما كنتش تقوم منها لوش الصبح. ها وش الصبح؟ البركة في سفرك كل صيف على مونت كاتيني وترجع محملة يا ست هانم. البركة في الرشاوي اللي كنت عمال تلم فيها يمين وشمال. فاكر لما كنت تقولي مفيش قوة على الأرض تقدر تشيلك من المصلحة؟ وانت فاكرة أما كنت تقولي لي اغرب زي ما جالك بيغرب؟ هذيك اتغرفت يا حلو. تليفون استهان. إياك تكون النيابة عشان نخلص منك بالمرة. جامعة إن شاء الله. مين يا فندم؟ أنا دكتور منعم. هي الممثلة ميسة موجودة؟ مين؟ اهلا وسهلا ست هانم. ايوه بس اصلها نسيت عندي علبه كبيره في العياده. استنى ثانيه واحده، انا سامع صوت عربيتها. مرحب بطاهر بالعفيف. كي اركبلا فرملا لي adesso voglio i miei soldi mia moletta ma avete rovinato questi cacchi che mi raccontavate cambiare cavoli cosa sono questi cacchi vostri mami ma che mamma e papà là sopra e tu li hai mai ma non vuole عربيتك يا حبيبتي. يا مامي عايزين ياخدوها مني بالقوة. ما كاوة يا ابويا ميا سولدي ميا مونيتا. ياخدوها بالقوة؟ طاهر. طاهر بيه يا عفيف. ما بتردش؟ العربية بتاعت ميسة هياخدوها. ياخدوها؟ ما ياخدوهاش ليه؟ مش بتاعتهم؟ بتاعتهم؟ طبعا. حاجة ما اندفعش تمنها. يسيبوها لنا ليه؟ انت مش قلتلي ان جاتلك هدية من شركة اس او اس؟ انا خدتها منهم على اعتبار انها هدية. لكن لجنة التطهير اعتبرتها رشوة. ايه يخيبك مدير عام حرف الف؟ البركة فيك يا هانم يلي تخيب الحروف الابجدية كلها. فاكر لما كنت تقولي الدنيا في ايدي والكل عبيدي؟ وفاكر لما كنت تقوليلي ارفد خصوصه وعين خفيفي وهات الجنسية للخواجة كلكم؟ وفاكر لما كنت تقولي بس يدفعوا كام هبلة؟ وفاكر لما كنت تقوليلي هاف اند هاف؟ اتفضل يا استاذ عطيل. الاستاذ عطيل. سامع سامع. الو الو. تحب امضمضه لك؟ ايوه. الو الو. خدوا عربيتي يا مامي وادوني الورقه دي بدلها يا بابي. كويسه اديها لماما تركبها. ركبك عفريت. معلش يا حبيبتي بكره سعيد خطيبك يجيب لك احسن منها. هو غني يا مامي؟ غني؟ انت ربنا بيحبك يا ميس، ده عنده عمارتين كل عماره تنتح في حاله. يعني ما زعلش على اللي حصل لبابي؟ ابدا يا حبيبتي ولا يكون عندك فكر، راح بابي جه عريس. بس على الله ما يكونش اطلع على جرايد النهارده وشاف الكلوز اب بتاع ابوكي. اتمضمض كمان يا سيدي. ما في مضمضه، شو بحكي لك؟ ضعت فكرتك خلق. اتمضمض كمان يا عطيل. دكتور. ايه؟ تحب حمولك؟ لا 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 في. بس بس بس. امسك السماعات لغايه ما يردوا. ازاي الحال دلوقتي يا عطيل؟ ريح كتير لكن لحم تم اتهرى من المخمضه خيال. ايه ده؟ ايه؟ ايه لا. الو؟ الو؟ محدش بيرد يا بابي. الو الو. لسه ما حدش رد يا بهية؟ لسه اديني واقفه اهو.
اتمضمض يا عفريت. اه الله، انت قفلت السكه؟ ابدا. ما هي بتور اهي. تور الو. لا يا استهانم، مش موجود، خرج، مش هيرجع ابدا. مين؟ راجل. راجل تقولي له يا ست هانم؟ اتمقمض؟ لا حالا يا عطيله وخلاص. ميرسي دكتور. العافية يا أستاذ عطيل. لا 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 لا. الو، من فضلك مدموزيل ميسه موجوده؟ مدموزيل ايه؟ ميسه عندنا هنا؟ طب خليك معايا، لو اني عسكري دفتر الحجز. لحظه واحده بقى شوف، اصل دول تملي بيغيروا اساميهم لما بيجونا. ها طويله وبحسام عريض. ايوه يضبطها بوليس الاداب، بتتسكع في الجزيره. تسكع مين ونشالك مين؟ مدموزيل ميسة كانت عندي دلوقتي حالا. مين حضرتك؟ ها؟ بوليس؟ آسف جدا. طبعا غلط. أعوذ بالله. واحد ما عادش يقدر يستعمل التليفونات دي أبدا. الحقيقة أبدا. اتفضل يا ست هاني. بونجور دكتور. بونجور، أهلا وسهلا. غريبة. هي اللي غريبة دي؟ لا غريبة ولا حاجة أبدا، اتفضل. بحسن. اتمضمض شوية يا ست هانم. الو، ايوه امان مدمازيل، عنوانك 550 شارع سليمان باشا، الدكتور منعم. اكتب يا سليم. حاضر يا رازق. حاضر يا فندم. انت عاوزين تطلعوها امتى؟ انا عارف. ها انتوا المدافن بتاعتكم فين؟ باب الوزير. ها الله، هي ديانتها ايه؟ ايه علبه. انتوا عاوزين تشحنوها ولا تدفنوها هنا؟ ليه انت هتحقق معايا جدع؟ انت دي الاعمار بيد الله. اشطه بسليم. انت مين انت؟ ايه اعوذ بالله، فال الله ولا فالك يا شيخ. ايه انا؟ الله يسامحك يا قليل الذوق. اعوذ بالله، الواحد عنده يشيله احسن، بلاش هرح. جرايه يا دكتور، تشيل ايه وقرف ايه؟ ده انا اسماني زي الحبيب. لا يا ست مش قصدي. عندك اهلا اهلا وسهلا يا ست، بقالي ساعتين عمال اطلبك والنورة بتطلع لي غلط. طلع لي مين؟ طلع لي مرة صالون الحب الصافي، والمرة التانية رستوران الأحبة. الله حغشك. العلبة، العلبة موجودة عندي في الحفظ والصون، تحب أبعتها لك ولا نتقابل وأديها لك؟ دكتور. مضمضة مضمضة، أنا تحت أمرك، اللي تشوفيه هعمله. كده إذا تجيبها لي وتيجي، أصل الليلة عندي حفلة تنكرية صغيرة، إن ما كانش في تعب عليك أنا هتنكر في الفستان اللي في العلبة اللي عندك. لا ما اقولكش لغاية ما تشوف علي. اهلا وسهلا، عشان اعرفك بالمرة ببابي ومامي. اسأليه الاول، احسن يكون قرى جرايد النهاردة. هي مامي. يا سلام، تأكدي ان دي هتكون اسعد حفلة حضرتها في حياتي. دكتور. خلاص اتمضمضت؟ اظن كده. لا 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 لا. الساعة 10 بالدقيقة ان شاء الله هكون عندكم. ميرسي قوي. شارع النرجس
600 أرفار من مازيل ميسة. صحتك عال قوي. البركة في ايدك يا دكتور. لا 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 حاجة حلوة قوي قوي. اتمضمض يا ستي. يا اختك كفاية بقى. معلش المقدر والمكتوب. الو انا الدكتور منعم وحياتك انا عاوز بوكيه ورد كبير قوي. ايوه لواحدة عزيزة عندي شارع النرجس 600 متشكل خالص. صحتك عال قوي. اهلا وسهلا. انا مش ممكن اقعد. الله ليه؟ انا ما اقدرش ابدا اقعد وكل ده يحصل قدامي. ايه هو اللي يحصل قدامك ووراك؟ ده زمان يا اخي بقى اتهرس من مرمضه. الله ليه بدي بس يا بهية؟ هو انا من الست واللي هي قلب واحساس وعواطف واخلاص ووجدان وشعور ولا ايه؟ ليكي طبعا بس حصل ايه؟ عزمته الليله الصيعه دي وهيبعت لها ورد. الله طب وماله يمكن هيخطبها. يخطبها يا داوندي. بس ايه 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 ولا حاجه قلبها بينقع عليها شويه يا دكتور. ايه اخر نصين كرومين؟ سلامتك يا بهية. ان شاء الله تسلم يا حبيب قلبي. اوفر اوفر. حمود يا حمود حمود. بتقول انها هتموت يا دكتور؟ هتموت؟ لا بعد الشر. انا ليا بركه اللي هي اوفر. سامعه الراجل ما عندوش اي فكره عن لوعيتك وشقاك. ما اللي بس عنده فكره عن المنيله اللي جات لنا دي. اصلها بحزام عريض يا هبله. البس يا سيدي حزام عريض. ما ينفعش. ولا كل من ركب الحصان خيال ولا كل من لبس الحزام حزام. مالك بهية؟ مري حمود يا مري. ليه سلامتك؟ طردك؟ يا ريت. حمود رقع لك ازاي؟ انت شمتانه فيا طبعا. ادي دي شمتانه؟ يعني فرحانه عشان انا زعلانه؟ لا ابدا وربنا يا بهية لا. ليه في ايه؟ بحب يا مري. اوه باسيانس بهية باسيانس. ادي دي باسيانس مريا. يعني اصبري استني بختك يا حبيبي. مش قادره استنى ابدا. الوداع. انا نازله اشتري طن مهارم لاجل خلى الاوس عليك. طن مهارم؟ ايوه. انت مجنونه يا بهية؟ بالعكس انا لو كنت مجنونه ما كنتش انتحر. وليه بتطلب من دكتور منعم طن مهارم ده؟ ما يرضعش وقافل عليه ضروري انزل. شوفي يا بهية انت زي اختي وضروري اخدمك. تعالي اجيب لك شويه من عندي وكده توفري فلوسك. يصح برضه كتر الف خيرك يا مريا. اهو. اه يا شبابياني. بس يا حبيبتي كلنا لها. خدي حطي فيها شوية مية. حاضر. انت بتعملي ايه؟ بعمل ايه؟ بغسلها الاول. يا ندامة انت عايزاني اشرب فيها وهي وسخة كمان. معاكي حق. طب اغسليها يا حبيبتي على مهلي. خلصت يا مرحومة؟ خلاص. اهي ادول يا اختي توسي شوية. طلعال قوي. وانا ليا بركة لانتي. طب ما عندكش بقى ليمون احسن نفسي تلعب؟ عندي يا روحي. بسم الله الشاف. لا يا بهية مش هنا. يا عيادتكم احسن. احسن برضه. حمودة. ايه؟ انا خلاص. خلاص ايه ده؟ ترنيك. ترنيك؟ اوعي عيدك من التهلك. مرايا كتر خيرها. كتر خيرها؟ يخرب بيتك. انت عاوزة تتجوزه على العيادتين؟ لا يا حمودة. ضروري نساعدها وبدل ما تموت بره تروح جوه. عندك حق يا مريا طول عمرك قلبك عليها. خدي اخت اشربي. خدي خدي انت من السابقون. بسم الله الشافي. يا ايه يا ستك ايه؟ الو محل زهور الربيع. اسمعي يا مدمازيل هنا عيادة الدكتور منى. عارفة الورد اللي طلب الدكتور هيكون ازاي؟ لا لا يا شيخة. عايزين ورد كحل غامق وحطوا عليه شريطة سود واكتبوا عليه بمية الدهب من الدكتور منعم الى الحبيبة ميس. ايوه الله يبقى لنا حياة. سعيد. يلا بقى يا اختي بقى شدي حيل. فين الليمونة؟ اهي الليمونة اهي. بسم الله الشامي. يا ندامة أسيبها تتهنى بالفستان ده؟ بعد روحي ما طلعت شامي. خلصينا بقى يا حبيبتي ورانا اتنين
ادي دي رحمة ونور يعني زكا. ادي دي زكا يعني كلنا لها. ادي دي لها يعني تاخديها وترقصي لها. اهو ده اللي نقلها وتلاقله ان شاء الله يدوبها في عرق العرق يا رم. اخش اقيسها يا بهية عشان كلنا لها. خش يا روحي احلي من عينها. اجي البسها لك يا مريا. لا خليك مستريح. هات يا حمود. هزي بوك بوك. حسنك وشبابك ايه جالك منه بالنابك. يا خسارة حسنك وشبابك ايه جالك منه بالنابك. ده الحب مرار والعيب والشرار ما يروحش الا كتبه كتابك. ما يروحش الا كتبه كتابك. شيء صعب وخامي وانا قصدي مجرب يا بهية. يدخل عنا زي حرامي او زي الغارة الجوية. انتي ورمي ولا تزال بيه ووعيد خليه تاني مرة يخبط على بابك. تاني مرة يخبط على بابك. ولا تحرقي دمك ولا تقفلي على نفسي اوضه. والمال البخت ولا يهمك ما عملت البخت بقيت موضه. بقيت موضه تنتحر ازاي بالسم يا باي. خد فنجان شاي او قهوه تريح اعصابي او قهوه تريح اعصابي. بونسوار مايسترو. بونسوار مدام. يا سلام يا مامي لو كان بالمره يتكتب كتابي عشان نقبض المحل. يتكتب وحنقبض يا روحي. الليله؟ الليله ليه لا؟ ده انت وراكي راجل. مين بابي؟ بابي؟ بابي ده ايه وده راجل ده؟ وراكي مامي يا روح مامي. اسمع يا مايسترو. وين مدام؟ ساعة الضيوف ما يهلوا تروحوا ضاربين افراح الاوبرا. حاضر مدام. بس مش اتاخروا يا مامي. ايه بيستعدوا يا بنتي؟ مين عارف الهدايا اللي حجينا ايه ولا ايه؟ ده ما فضل عليهم كلهم واحد واحد. وهنحط فين كل الهدايا دي؟ فين يا روحي مستعدين؟ حسن. افندم. الضيوف اما يجيبوا هدايا ترص هنا اول باول وعلى كل هديه حط كارت باسم اللي قدمها. حاضر يا ست هاني. وهنعمل ايه بالهدايا دي كلها يا مامي؟ الذهب يا حبيبتي نسيحه ونعمله سبايك ونرحله. والحاجات التانيه يا مامي؟ نبيعها مفيش حاجه هتبوظ. مامي انا سامعه صوت عربيه. استعد يا مايسترو. طاهر. بوباتريب يا مدام لاماركيزا. تعالى هنا. مدام. اول ما الضيف يقدم الهديه ناولها الحسن يحطها على الترابيزه على طول. مفهوم؟ وي مدام. مايسترو. عليه. عليه. جرائد اليوم السيارة نأسف لعدم الحضور كيكي نعيم. رص يا حسن. يا ستي. يخرب بيتك يا كيكي. ده انا لسه قلقانة جوزك من قبل البحر مبقاليش جمعة. ان شاء الله ما جاتش. بنعدي يا ماما. بنعرف يا اختي. اهم طاهر ما
مايسترو عليه عليه. طب يا مايسترو. ايه يا ماما؟ فيري سوري جلوكوز. رص يا حسن. يا مصيبتي يا ماما. يخيبك يا جلوكوز، انا لسه جايبه لك الجنسيه من كام يوم. ان شاء الله ما ده بنعس دي يا ماما. بنعس قوي. دي صوت عربيه مدام. قالي ما قالش. ان شاء الله ما جم. دول ناس غزل يا ماما. على راي المثل ساعه ما العجل يقع تكتر السكاكين. ايه بتحبب ايه؟ برص. مساء الخير يا جماعه. سعيد يا حبيبي. بس بنتي مايسترو انيه. لا بس يا جدعان كمان شوية. على رأي المثل الليل طويل. ازيك يا سعيد؟ الله يسلمك. بونسوار يا سعادة البيت. بونسوار كون كمان طاليفو. الحمد لله ميرسي. بقى انا كنت جاي المظ هاني في كلمة واحدة. عارفة مستعجل على كتب الكتاب. حجازيكو يا دي الرجالة دايما كده على نار. قوم نرقص يا سعيد. مايسترو عليه. لا المظ هانم تسمحي. عارفة عارفة دي المعازيم كل شوية يسألونا العريس جه ولا لسه، مش عاوزين يجوا الا لما توصل انت. ايوة بس انا كنت عايز اقول يا طاهر بيه. تقول ايه؟ ما انا عارف شهر العسل تقضوه فين، السفر في الطيارة ولا في عبور بحر. اتفضل معنا يا طاهر بيه. صار عرسا ذاك الذي كان مأتم. المظ هانم ممكن اقول كلمتي واخرج؟ تخرج مع مايسترو طبعا. عليه مايسترو. بس طاهر بيه عفيف. سيدي الكونت. انت عارف طبعا ان اتكلمت عن بنتك لما كنت سعادتك مدير مصلحة مشهور بالنزاهة والامانة. طبعا عارف. وعارف طبعا ان لجنة التطهير لما فحصت عمل سعادتك لقيتك غرقان لودانك. عارف طبعا. وعارف ان سمعة سعادتك دلوقتي بقت زي ال. عارف طبعا. وعارف ان بيت سعادتك كان ماشي بالوسائط والرشاوي وشغل ال. عارف طبعا. وعارف ان ما يشرفنيش ابدا ان اتجوز بنت واحد. عارف طبعا. وعارف ان ربنا يمهل. وعارف ان ربنا لا يهمل. وعارف ان انا شفت ايه النهارده. وعارف انك شفت الجرايد السياره النهارده. وعارف ان انا هقول لك السلام عليكم. وعارف ان هقول لك عليكم السلام. يا مصيبتي يا ماما راح سعيد. طاهر. ايه في ايه؟ كلوز اب بتاعي انا وشافه. ايه؟ مين كمان؟ في اتنين جايبين ورد يا ست هاني، بعتوا الدكتور منعم. دكتور منعم؟ مين عارف يمكن رزقك في رجليكي. الله خد الله جاب. خليهم يخشوا. حاضر يا هاني. مدام. ايه ده؟ من الدكتور منعم الى الحبيبة. يا روح. ميسا علي اللي بيا.
عليا وتحكي المداري يا نارك وناري وناري في نار الهوى بحبك وداري عيني وبين النوى وقلبك مطوق وعالحب راسي يا نارك في طابق حنين وقاسي وقلبك مطوق وعالحب راسي تجدني في هدايا وتعند معايا معايا تجدني في هدايا الهوى بحبك وداري عيني وبين الدوى واخد بطاري اشوفك تجيني يا نارك وناري وناري هاجرني ونسيني واخد بطاري اشوفك تجيني وتعطف شوية تهون القاسية وتصعب عليا تصعب عليا ونارك وناري وناري في نار الهوى ونارك وناري وناري في نار الهوى بحبك وناري عيني وفين الدوى وفين الدوى مدي حبي سوري حضرتك المقدر والمكتوب يا بهية عقالي المقدر والمكتوب ان اروح وراه مش ممكن ابدا اسيبه تيجوا معايا نيجي معاكي بس هتشوفي ازاي وهو جوه البيت مع المقدر كفاية عليا ان اشوف البيت اللي هو فيه يلا مينا يلا مينا الله الاهوان فين امال نعم مستحيل مش عندهم حفلة كانت عندهم حفلة وانتهت على خير طيب ممكن تديهم خبر اقول لهم مين قولي لهم الدكتور عبد المنعم حاضر اتفضل مين يا حسن الدكتور منعم يا ستي انا مش عارفه يا دكتور باي عين تبوظينا حفله كبيره زي دي كان فيها اكتر من 12 عريش لميت ازاي الكلام ده استهان بقى ده ورد يتبعت لبنت في حفله الله مين بعتكم راح الدكتور ربيع اتفضل امشي بره يلا هوي انت يلا امشي يلا هو ده بقى يلا امشي انت فاهم قلت لك واكيد لك كانت تاني من الدماء اللي معمول فيا انما من مين ما اعرفش ارجوك تسامحيني لا اسامحك قوي ده لازم مقلب عامله واحد من خطاب ميسه هي ليها خطاب على قفا من يشيل يا دكتور ايه دي دي عيبه نسيتها عند الممازيل في العياده يا حسنى نعم اطلعي صحي ميسه هاني موديها العلبه دي حاضر يا ستي اتفضل ميرسي قوي مين؟ أنا يا ست هاني إيه كمان خش الدكتور منى
دخلت دي ملعب؟ ايوه. وست بتقول لي اتفضلي تحت ولو عين يجي. طب يا ست مقلب اتعمل فين كده؟ طب انا نازله حالا بسملك. حاضر. والدكتور قاعد لوحده في مصر؟ والله مقطوع من شجره ست هانم. يا عيني. اهي نازله يا ست هانم. وعشان كده انا كنت سعيد جدا النهارده لما حصلت الغلطه دي ودخلت مموزيل ميسا عندي في العياده. مين عارف يا دكتور المقدر والمكتوب. بنتي 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 شفت يا ماما؟ ايه ده يا ميسا؟ بس الراحه تقالي اللي كان حطاني في القلب الدكتور ده. احط انا يا ستي. خير يا هانم؟ في ايه؟ ايه حكايتك يا دكتور؟ انا عايز افهم. حكايتي مقلب تاني وتأكد اني مظلوم. ضروري واحد مخطب ميسا هانم اللي عمل كده. معقول؟ اصل ميسا خطبها كتار. معلش يا حلو البسي فستانك وحصلينا. انا متاكده ان الدكتور نيته سليمه. ها خلاص المزيل ميسا؟ خلاص. اتفضل يا دكتور. ايه في ايه؟ حد كان مساعة هنا؟ طفوها طفوها. حضرتك الدكتور عبد المنعم. اهلا اهلا. اتفضل. انت نورتنا يا دكتور. ميرسي يا هانم. ده بس منظر. ياه انا نسيت اقدم لك البيت. استني قبلها. حضرتك قريت جرايد النهارده؟ كل اسف حتى النهارده بالذات ما قريتش جرايد. اتفضلي كملي. طاهر بيه العفير مدير عام مصلحه الاستئثار والتعسير. تشرفنا يا بيه. اهلا وسهلا. العفو يا سيدي. اتفضل يا دكتور. ماما يا حلاوتك يا ميسه يا حلاوتك يا روحي. حلو يا دكتور. جنان يا ميسه. اه ده اللي كنت هلبسه في الحفله اللي بوظتها لي. معلش معلش ما احنا برضه في احسن حفله. اخرجي يا حبيبتي مع منعم في الجنينه. الدنيا طراوه والقمر طالع والخضره والميه. وايه كمان يا منعم؟ والوجه الحسن طبعا. يجازيك سريع الخاطر. وكمان فرجيه على البوم صورك يا ميسه. معايا يا ماما. يا حلاوتهم لايقين لبعض بشكل. بس ياك ما يترس من ايدك زي ما ترس عيد. البركه فيك يا اول من اطاحت به لجنه التطهير. البركه فيك يا زوجة اول من اطاحت به لجنه التطهير. يخيبك فاسد. مراتي. يا سلام يا ميسا. مش قادر اقول لك قد ايه انا سعيد. ما تجيبليش سيرة سعيد ده ابدا. سعيد ده مين؟ خطيب الاولاني. وسابك؟ فشر. انا ما حدش يسيبني ابدا. انا اللي اسيبه. انت هتخوفيني منك قوي يا ميسا. ابدا انت حاجة تانية خالص. لا انا عايز اكون حاجة اولى. مين يعرف؟ يعرف ايه؟ المقدر والمكتوب. اعرفه انا. انا ليكي وانت ليا. ميسا منع شوف صور الاول. يا سلام يا ميسا جنان. ميلي حواليا واقف وميلي ريح عينيها من مناديلي. ريح عينيها من مناديلي. حلوة للي شايفكم للي شايفكم. الغرام غنوة بين شفايفكم. تحلى يا حلوة للي شايفكم للي شايفكم. نظرة تسعدنا يبقى يوم عيدنا. انت يوعدنا ردي وقولي. ميلي حواليا واقف وميلي. ميلي حواليا واقف وميلي. ريح عليا من مناديلي. ريح عليا من مناديلي. ريح عليا من مناديلي. ريح عليا من مناديلي.
يخليني بعد ما تهنى نار هتكويني. جيت على بابها قال لي بوابها جيت على بابها قال لي بوابها كتر احبابها قلت يا ويلي ويلي حواليا واطفي وميلي ميلي حواليا واطفي وميلي ريح عليا بالمناديني ريح عليا بالمناديني. مكتوب لي معاك شو بعمل في المكتوب وعدي ومكتوب لي معاك شو بعمل في المكتوب. والله انحرموني لقاك ما في غيرك محبوب ما في غيرك محبوب. وعدي ومكتوب لي معاك شو بعمل في المكتوب والله انحرموني لقاك ما في غيرك محبوب ما في غيرك محبوب. الورد في عز اوانه خد من خدك الوانه الورد في عز اوانه خد من خدك الوانه. لو يدخل يوم بستانه يخجل منك ويدوب يخجل منك ويدوب. وعدي ومكتوب لي معاك شو بعمل في المكتوب والله انحرموني لواك ما في غيرك محبوب ما في غيرك محبوب. بيحاكي الشعر سواده الليل نهلي معاده بيحاكي الشعر سواده. مقدر والله انا بعاده والتابو الكل مندوب والتابو الكل مندوب. وعدي ومكتوب لي معاك شو بعمل في المكتوب والله انحرموني لواك ما في غيرك محبوب ما في غيرك محبوب. وعدي ومكتوب لي معاك شو بعمل في المكتوب وعدي ومكتوب لي معاك شو بعمل في المكتوب. والله انحرموني لقاك ما في غيرك محبوب ما في غيرك محبوب. وأكد لك يا والدي إنها مثال الأدب والأخلاق الفاضلة وقد قبل أهلها زواجي بها دون أن يعرفوا أن لي والد واسع الثراء عظيم الثروة وهذا ما جعلني أحبها وأحترمها وأعرف أنها لا تتطلع لمال ولا ثراء. وهم يقيمون في فيلا أنيقة بشارع النرجس 600 بالزمالك. وأرسل لك مع هذا صورتها لترى بنفسك خطيبة ولدك وتباركها وترسل لي موافقتك الكريمة ولدك منعي. أنا دكتور ها الاستاذ مدحت شرف. اهلا وسهلا اتفضل استاذ مدحت. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. ازاي الحال دلوقتي؟ الحمد لله احسن كتير ان شاء الله كويس يعني الحمد لله. تشكيش ولا حاجه من لا 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 الحمد لله. وريني كده. Thank you.
خالد حاضر. والله مليح يا عبد الرحيم. عبد البيه. ايه اخوك الشيخ عبد الرحمن نكفني كثير ومش عاوز يدفع الايجار المتاخره عليه يا كبير. متاخر عليه كام؟ 600 جنيه يا كبير. مش عاوز يدفع ليا. كان اللي ما عندوش. قلت له ايه؟ قلت له متى يكون الدفع يا شيخ عبد الرحمن؟ قال لك ايه؟ قال لي العلم عند الله. قلت له ايه؟ قلت له لا اله الا الله. قال لك ايه؟ قال لي امنت بالله. قلت له ايه؟ قلت له ونعم بالله. قال لك ايه؟ قال لي على الله. قلت له ايه؟ قلت له ده مش كلام مستاجرين لمؤجرين يا شيخ عبد الرحمن. قال لك ايه؟ قال لي اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه. قلت له ايه؟ قلت له الكبير هيحجز على المحصول اللي ما دفعش الايجار يا شيخ عبد الرحمن. قال لك ايه؟ قال لي المحصول انشال هيحجز على ايه؟ قلت له ايه؟ قلت له ما انتش عارف صاحب الارض بتبقى مين؟ قال لك ايه؟ قال لي طز في عبد الرحيم بن كبير رحمية جبلي. قلت له ايه؟ قلت له انت عارف ايه اللي هيحصل لو الكلام ده وصل للكبير يا شيخ عبد الرحمن؟ الكلام اللي هو ايه؟ اللي هو طز في عبد الرحيم بن كبير رحمية جبلي. الفلوس ما عايز تدفعها ليها. في حد يدفع شيء مش موجود؟ لا خلاص ادفعها منين وهي مش موجوده؟ ومش موجوده ليها؟ ما خبرش مش موجوده وخلاص. وقلت للدندراوي بجديد. قال لك ايه؟ قال لي سيب الارض. قلت له ايه؟ قلت له ما هسيبهاش. قال لك ايه؟ قال لي هيحصل فيها ضرب نار. قلت له ايه؟ قلت له مش معقول يحصل ضرب نار بين شقيقه وشقيقه. صح عندك حد مش معقول. طيبون الله يبارك فيك. وولدك عبد الموجود مش هيتجوز بنتي نجيه؟ ايه هتدفع لها مهر كام يا اخوي؟ قصدك تاخد المهر مني تسدد بودينك اللي عليك؟ ايه يعني تاخد مالي من جيب اليمين تحط في جيب الشمال؟ ايه يبقى انت عاوز تجوز بنتك نجيه لابن عبد الموجود عشان فلوس بس يا عبد الرحمن؟ امال عشان ايه؟ عشان سواد عيونه المبكرره اللي بقالك تلات افلام اتقطر له فيه. ابن احسن من بنتك. ابنك ما يسواش صراطه بلع. بنتك جرعه. ابنك طور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. طيبون بندراوي. ايه يا ساعة البيع؟ جوازة عبد الموجود ولدي بنجية بنت اخوي مش موافق عليها. ليه يا كبير؟ ده اللي يجيب لبعض جوي. دول طمعانين في فلوسي فقط يا بندراوي. ابوها بس اللي طمعان، انما هي بنت حلال ملهاش خلاف عبد الموجود، وعبد الموجود ملوش خلافها. الجوازة دي مش ممكن تتم واصل. بس ولدك عبد الموجود على سن جواز، وضروري من جوازه ليكون معصوم من المعاصي. شايف؟ ايه ده؟ عروسة منع ولدي طبيب الأسنان، عروسة من مصر السفلى. مليحة قوي يا كبير. وهجوز عبد الموجود عروسة من مصر السفلى كمان. بس ده عاشق نجية ونجية عشقاه. ما هجوزش عبد الموجود عروسة من الصعيد واصل، وزيه زي أخوه، ولا فيش حد أحسن من حد. دي نجية متعلمة ونجية، وبتوع السفلى ما هماش أحسن بتوع العليا يا كبير. كلمة وقالها الكبير ما تقعش الأرض يا صديق. روح اديها لعبد الموجود يا عم. حاضر يا سعة البيع. هنقول ايه في المجدر المكتوب؟ يا ولد عمي يا نور العين، ياللي هويتك على نوبتين، كل ما اشوفك والمح ضيفك بتفكرني بالهرمين. يا ولد عمي يعني ما بتحبيش اللاني، وانا حلاقي زيك فين؟ مش بتميلي لواحد تاني؟ عمر القلب ما ساعة اتنين، وتموت روحك على شاني من العندي والعند. يا زين 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 يا نجية يا اخر العنكوت، يا حبيبي قلب غرامك محبوس، يا ما نفسي شوكك دفوس، يا حبيبي الروح ويفضيك ويفضيك. ليه
علشان تبقى مليح الجسد غيرك ما افكر وغرامك وعد ومكتوب وعد ومكتوب بقلم بركر حبيتك انا بس لوحدي من اول ما عينيا شافوك وحياتك من بعدي ما عندي وانا برضو بحبك مشبوك مع اني جدك مش جدي وعايز لك عشرة يحبوك يا نجية دي صورة مين صورتك حتكون صورة مين ده انا برسمها لك في الزيت الارض تشرسمها بنباتين تسلم ايديك يا نجية مش بكذب ابدا ولا بخدع بكره حتتعلق في المخدع بقى يعني جوازنا معقول وباذن الله بكره يكون وحتبكي حرامنا اللي مصون من بقك لباب المأذون من بقك لباب المأذون كلم بوك يا عبد موجود ليه ما خبرش يا ترى ليه يا نجية كل خير مين اللي كان عنده يا دندراوي كان ابوك اللي عنده يا نجية يبقى خلاص يا عبد كلموا بعض واتفقوا على العقد والليله والسخن يا سلام انا قلبي كان حاسس يا نجية قلبك فيه الخير يا عبد يلا جاي وانت هتعمل ايه يا نجية هسهر على الصوره اكمل الصوره ناقص فيها ايه توش يا عبد هو بعد توش يا نجية ازوقها بالورد والريحان واحط لها شمع ده مليح ولا جبت لك الخبر المليح يا ساتر يا رب يخرب بيتك بتنك على ايه انت بتهتكني في الشوم يا نجية لا بس يا عبد الموجود خليتك معاك يا مرتي لسه يا راجل ربنا كريم كنت في رياضة بدنية يا ابوي مع مين؟ مع بنت عمي نجية يا ابوي قلت لها ايه؟ قلت لها يعني ما بتحبيش اللاني؟ قالت لك ايه؟ قالت لي وانا راح الاقي زيك فيك قلت لها ايه؟ قلت لها مش بتميل لواحد تاني؟ قالت لك ايه؟ قالت لي عمر القلب ما ساع اتنين قلت لها ايه؟ قلت لها يا نجية يا اخر العنقود قالت لك ايه؟ قالت لي يا حبيبي يا عبد الموجود موجود بوي ايه رايك دي مليحة قوي يا بوي من مصر ايه بلد السماح الملاح البيض يا ولدي تطلع مين دي يا بوي عروسة اخوك النطاس ايه مليحة قوي يا بوي انعم واكرم بالنسب يا بوي ايه رايك في زوجه زوجه مليح قوي يا بوي محدش ينكره امال زوجك عارفش ليه يا عبد موجود عارفش كيف يا بوي ايه اللي عجبت في نجية بنت عمك؟ عجبني فيها كل شيء يا بوي. ليش في عبد موجود؟ انا عاشق روح مش عاشق الجسد يا بوي. وصبر يا عبد موجود؟ قالوا البياض احلى ولا الصبر احلى؟ قلت اللي شاريني جوا العيون احلى يا بوي. مين اللي قال كده؟ سعد مكاوي يا بوي. وتقصد ايه يعني من كده؟ ما خبرش يا بوي، قال لي الدهو خلاص. ما تطمعش في واحدة من مصر فاتحة زي دي يا عبد الموجود. الطمع يقل ما جمع يا بوي. والشعر الناعم الطيب ده يا عبد الموجود ازيت لنجية شعرها بالزيت الطيب يا بوي والطول والجوام ما تقدرهمش ليه يا عبد الموجود النخلة الطويلة بتطرح بلع والزرعة القصيرة بتطرح فراولة يا بوي كلتنا صبر وغمجين عاوزين نلون شوية يا عبد الموجود الالوان يا مضرة ناس يا بوي بس انا اكره لك الجوازة دي يا عبد الموجود عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم يا بوي موجود بوي ما انتش متجوز نجية دي واس ما كنتش كده من اول ليه عشان تقوليها كنت اقول لك سمع الوفاة يا ابوي عريس الهنا يا ستي هنا وبس ده عريس دبن كريم يا فكرية الف نهار مبروك يا ستي شاهلوا يا بنات لحسن زمانهم جايين قوم يا ولاد ساعة ما يخشوا رقعوا بالصغاريت افتحي الفكرية حاضر يا ستي كم خير يا نجية اهلا برسول المحبة
مكتب عبد الرحيم بكبير رحمي يجيب لي إدارة السكرتيرية العام رحمي في تاريخه. يا لوعتي يا شقايا يا ضنا حالي ضاع الامل من هدايا وانشغل بالي الوداع يا بنت عيشة عبد الموجود. فرحة ما تمت والله يا صورة عزولي تشمت شوفي خيبتنا بعين وصابتنا فرحة ما تمت والله ما تمت فرحة ما تمت فرحة ما تمت والله يا صورة عزولي تشمت شوفي تجوز ناشي النبي يا اختي الوحدة نغمي فرحة ما تمت فرحة ما تمت والله يا صورة عدولي تشمت كل في مني عيني صار مني فرحة ما تمت فرحة ما تمت بعد ما قلناه عد الهنة اتشقلب حالنا ولا فرح ناشي ناشي لا تهنينا ولا تلمينا يا عيني علينا ما روحنا بلاشي لاشي اتجوزناشي تجهزناشي حتى الدنيا في عيني تلمت ضحيت هنايا فداه وحعيش على ذكراه اشهد عليك يا نيال هاين على دنيا زي الضحى والليل يا ليل يا ليل يا ليل من عمره من مصر العليا إراده الشهر يزيد عن 1000 جنيه يدفع مهر قدره 5000 جنيه يرث عن أبيه بعد عمر طويل جدا حوالي 100,000 جنيه جميل الطلعة كريم العنصر مهيب فتاك واسع العينين عريض المنكبين ممتلئ الأجداق حلو الحديث في عين أبوه غزال يطلب زوجة من مصر السفلى من عائلة محترمة حسناء بيضاء فرعاء لمعاء
شعرها ناعم سنانها سليمة جوامها مليح ويفضل الصنف الأرمني والتركي والبلقاني. فمن ترى في نفسها الكفاءة والجدارة والمقدرة فلتحضر مع زويها إلى العنوان أدناه أو ترسل لنا صورتها. والعبرة بالمشاهدة. وعلى المبتعد البينة واليمين على من أنكر والسلام على من اتبع الهدى. العنوان عبد الرحيم به كبير الرحمية جبلي. الإعلام بينشر في الجرائد السيارة وفوقهم صورة عبد الموجود على عمودين. حاضر يا سعادة الكبير. مطلوب عروسة لهذا الشاب، شاب في الثامنة عشرة من عمره، إيراده الشهر يزيد عن 1000 جنيه، يدفع مهر قدره 5000 جنيه، يرث عن أبيه بعد عمر طويل 100000 جنيه، جميل الطلعة، كريم ابن عمومة. إيه رأيك؟ رأيك إيه؟ عايزة تتجوزيه؟ يا ريت لو لخبت بيه. أمال عايزة منه إيه؟ لميسة يهبل. وميسة ما هي قاعدة في الجنينة مع خطيبها عبد المنعم. وماله؟ إنما ده أحسن. طوعيني، يضيعوا منك الاتنين، بلاش افتراء. أديكي شفت الافتراء عمل فيا إيه؟ ميسة. نعم يا مامي. يا اختي بقالكم ساعتين قاعدين مع بعض، ما زهقتوش من بعض ولا ايه؟ ساعتين مين؟ انا اقعد سنتين مع ميسة في الحته دي وما اسلهاش ابدا. يا سلام على المقدر والمكتوب. امال يا ماما، كان كل فكري اني حكون من نصيب سعيد. ميسة ارجوكي ما تجيبي سيره غريمه ده ابدا. انت بتغير؟ الله، طبعا بغير، بموت لما بعرف انك قعدت معاه وكلمك وكلمتيه. ابدا، ده حتى كان ما بيعرفش يتكلم، ده انت ضفرك برقبته. شفت يا حبيبتي الاوكازيون اللي عامله سيكيورال؟ ايوه يا ماما، ومنى ما قال لي ان هجيب له كل حاجاتي من هناك، مش كده يا منى؟ امال من دلوقتي حبيته. خد يا ريه كمان مره يا حبيبتي، اوكازيون على الخالص، فرصه ضروري ما نسيبهاش. 5000 جنيه يا ماما. 5000 جنيه يا روح ماما. 5000 جنيه بتوع ايه يا تيزا؟ تمن البضايع اللي هيصفوها يا روح تيزا. مبلغ عال قوي، تعرفي؟ عارفه قوي؟ والله دي حاجه تحير. فرصه ضروري ما تضيعش من ايدنا. ان حبيتوا تروحوا دلوقتي اروح معاكم. لا ميرسي. طب استاذن انا بقى. ما تنسوش الليله العشاء في سامي رميس. ايه والعزومه دي تتنسي ابدا؟ ولازم طاهر بيجي معاكم. يجي قوي؟ ان ما كانش عنده لجنه. اوربار. حصلت البركه يا دكتور. انا مش عارف اشكرك ازاي يا المس غانم على لطفك وكرمك ده. بس هنقول ايه لمنعم يا ماما؟ منعم ده ايه؟ ولا حاجه، هو جواز بالقوه؟ ده احنا هنبقى عال قوي، والحفلات اللي هترجع والرقص اللي هيدور. بس تعيشي ازاي في وادي قبلي يا ماما؟ افطر. مش هتلحقي تفطسي يا حبيبتي، شهر العسل بس وعلى بحر طوالي، والايراد هيجي لنا من هناك لحد هنا يا مامي. عيب براك يا راجل. مين؟ بابي. بابي مين يا روحي؟ ماما. ماما يا مامي. طاهر بيه. افندم. حضر نفسك، الليلة هنسافر. على فين؟ على وزن ابل يا حبيبي. حاضر. حسنى. نعم يا ست. نبعت لمنعم يا مامي عشان ما يروحش لمراميس الليلة؟ ما تخليه يروح، احنا مالنا وماله. بعتت الاغراض ده اوام. حاضر يا ست. يا حبيبي يا عبد الموجود. الوعد والمكتوب مقدرين لنا، وكل شيء مكتوب بنشوفه كلنا. الوعد والمكتوب مقدرين لنا، وكل شيء مكتوب بنشوفه كلنا. القسمة والنصيب الاتنين مكتوب، وإن كان لك حبيب مكتوب عالجبين، تشيل عنه الهموم والدمع ويشتريك، وتبعد عنه يوم يخاصمك ويجافيك، وإن بت يوم مغلوب ده شيء مقسوم لنا، وإن بت يوم مغلوب ده شيء مقسوم لنا، ده شيء مقسوم لنا. الوعد والمكتوب مقدر
نهاري الليلة وكل شيء مكتوب بنشوفه كلنا. الحب يا نصيب وقلوبنا وحظها والبخت يوم يغيب ويوم يرجع لها. الحب يا نصيب وقلوبنا وحظها والبخت يوم يغيب ويوم يرجع لها. نشوفه بالعيون يقرب عندنا ويخيب الظنون ويهرب مننا. ونبت يوم مغلوب ناشئ مقسوم لنا. ونبت يوم مغلوب ده شيء مقسوم لنا. ده شيء مقسوم لنا الوعد والمكتوب ما قدرين لنا. وكل شيء مكتوب بنشوفه كلنا. الوعد والمكتوب ما نصيبنا في الحياة. من يغفر الذنوب غير ربك في علاك. وشيء قدام عينيك تقول عليه اسيرك ويبقى بين ايديك وينقسم لغيرك. ونبت يوم مغلوب ده شيء مقسوم لنا. ونبت يوم مغلوب ده شيء مقسوم لنا. ده شيء مقسوم لنا الوعد والمكتوب ما قدرين لنا. وكل شيء مكتوب بنشوفه كلنا. اهلا وسهلا. ده انت نورت القصر. الله ينور قدرك يا كبير. اتفضلوا فوق غيروا الهدوم. ميرسي يا كبير. ما شاء الله ما شاء الله. ده انت عندك حته صالون ارابيسكا ما فيش منه. الصالون صالونك يا بيه. العفو العفو. ايه رايك يا سعاده المدير في العهد الجديد؟ إيه الله اكبر. ده اللي كان كل واحد مننا بيتمناه من زمان. يا سلام. انا ياما كتبت في الجرائد عن الفساد والطغيان ده. وقلت وعدت وحذرت ونبهت ونصحت وهددت وانتقدت ولمحت وصرحت. مو لحد سمع كلامي. يا سلام. وياما كنت اقول امتى ربنا يبعت للبلد دي راجل ينتشلها من الهوة اللي وقع فيها. لغاية ما ربنا استجاب دعايا وبعته. ودلوقتي استريحت طبعا. يا سلام. ده انا اول واحد ريحه العهد الجديد. يا لا ولا حاجة. وعلى فكرة بيجي لكم جرايد هنا؟ ايه يعني جرايد اليومين اللي فاتهم عندكم؟ ايه تحب اجيبهم لك؟ لا لا متشكر انا بسأل يعني. سلامات. استفادي بيه يا ميسة واشتغلي عليه حلو. ما تخافيش يا ماما ان هذا الشبل من ذاك الاسد. شايف يا كبير ميسة لبسلك ايه؟ اهداء السعدية زيكو تمام. مليحة جوي جوي. شايف يا عبد الموجود؟ تسمح لي اقدم لك الهديه دي يا عبد الموجود؟ ايه دي يا بودي باين عليها دي حرير دي ولا ايه؟ امال ليه يعني؟ كنت فاكراني حرمه عشان البس حرير. انت احسن من الحرمه. مبروك عليك يا صاح. لطيف قوي. تسمح لي يا عبد الرحيم بيا كبير؟ ايه رعشتوني. ايه عاوز ايه؟ عايز اطلع فوق اغير هدومي. اتفضل اطلع. سلامات. الله يسلمك. الا قول لي يا كبير. ايه يا ام ظالم؟ انت تؤمن بالحب من اول نظره؟ لا اؤمن بالله فقط. ميسه شافت صوره ابنك في الجورنال من هنا وهاتي عياط من هنا. يا بنتي اسكتي يا بنتي عقلي يا بنتي اصبري. ودي ابدا يكون من نصيبه يرمي نفسه تحت طيار. قلت لها ايه؟ قلت لها وحياتك انت القلوب عند بعضها وضروري هيبادلك لوعه بلوعه وحب بحب. قالت لك ايه؟ قالت لي بس يا ماما المهر مش شويه عليا. قلت لها ايه؟
قلت لها يا بنتي اللي يدفع 5 يدفع 10. قالت لك ايه؟ قالت لي انا ما يهمنيش الفلوس ابدا يا ماما، انا عايزاه هو بس ان شاء الله يكون عريان. قلت لها ايه؟ ما قلت لهاش حاجه، غلبتني. خلاص فهمتها. جو جو جوي عجبتك صورتي يا ميصه؟ جنان يا عمي. بروفيل ولا فاصو؟ البروفيل طعم قوي. خلاص خليك معاها بروفيل على طول يا ولدي. بتاكل ايه يا جوجو؟ لب اسمك اعطيها شويه فحل. ما خلاص ايه سعاده البيت؟ ايه الدندراوي واقف بره زعلان كتير. ليه؟ انا عاوز يجي حي الضيوف ما حدش دعاه. مين الدندراوي ده يا عبد الرحيم بيه يا كبير؟ يا اختي الدندراوي ده يبقى السكرتير الخصوصي بتاعي، قول له خليه يجي. حاضر يا كبير. اتفضل يا المظهر. ميسه تعال. يا ميت ندامة وكيف ما زعل شاي على لا حد يا ابوي ولا بال شاي يا عين اللي تشحطت حاله كانت في خشمه طف حاله وقضى ليله مسكين يا ويلو وقضى ليله مسكين يا ويلو وسدوا نفسه بقى ما ياكلش منه حد يا ابوي ولا طالش يا ميت ندامه وكيف ما زعلش على لا حد يا ابوي ولا طالش. اصبر مسيرها تزول الشدة واعمل لي قلبك نفخة ردة وكل طحينة وخد سبرينة دي وصفة حلوة ولا بتنفعش غير للي حب يا ابوي ولا طالش يا ميت ندامة وكيف ما زعلش لا لا حد يا ابوي ولا طالش. على قوي سكرتيرك ده يا عبد الرحيم بيه كبير. الله وبعدين معاكم. اخرج يا حبيبتي مع جوجو في الجنينه، الدنيا ترى والقمر طالع والخضرة والمية وايه كمان يا جوجو؟ الوجه اللي يعلم بيه ربنا. يجازيك سريع الخاطر، وري له كمان صورك الجديدة يا ميسة. معايا يا ماما. يلا يا جوجو. يا حلاوتهم يا كبير، لاقيين لبعض بشكل. مش كان بالكتاب الليلة برضو؟ عم؟ لا! الصباح ربع يكون اخوه الكبير جه من مصر. من مصر؟ واحنا لسه هنستنى. عم؟ اصل اخوه هيتجوز هنا كمان، وبدل ما نعقد عقد نعقد عقدين، وبدل الفرح فرحين، وفي العجل الندامه وفي التأني السلامه. جرايع. ايه يا مايس؟ كلمني عن نفسك. اقول ايه؟ قول لي حاجه محتاجه. حاجه محتاجه؟ جوجو عطشان. اتفضلي. لا عطشان حب غرام هيام كيف؟ مش عارفه ليه كل ما اقعد جنبك احس ان كل الدنيا بتضحكني. ليه؟ لازم اطلع حاجة. ابدا، ده انا لما بشوفك بشبع. تشبعي؟ ليه؟ فكراني عجل؟ انت عصفور من ابلي، ضبي وديع، غزال شارد، انت غنوة حلوة مطلعها، وعدي ومكتوب على جبيني، انا فكر فيك وانت نسيني. اوف كفاية بقى. جوجو. هدي نفسك امال. عيب. عيب ليه؟ مش انت خطيب وانا خطيبتك؟ يا
وداد قلبي على حزب وداد قلبي ولا قول للسين سلامات على حزب وداد قلبي يا ابوي والعيش والملح ما صنته وغلط اقول لك واصل وجابولي حكيم يداويني ما قدرش يا ابوي يشفيني قلت له ده اللي يهديني لو اقول للذهن سلامات على حس وداد قلبي يا ابوي يا بوي من حالك وهواك من صنف هواي وجرالي يا بوي ما جرالك حبيت وهجرني ضناي لو عن حليوة وزين ونجيب البخت منين متعة تهنى العين ولا بقول لك زين سلامات على حزب وداد قلبي يا ابوي على حزب وداد قلبي على حزب وداد قلبي وانا كل الزين سلامات على حزب وداد قلبي يا ابوي والهوى وعد ومكتوب وقالوا لي أتوب عن حبك قلت لهم والله ما توب وعد ومكتوب لي أحبك والهوى وعد ومكتوب وقالوا لي أتوب عن حبك قلت لهم والله ما توب وانا كيف انساك يا مناي ولو انك جاسي علي ما صبحت علي الودواي لو اقول للزين سلامات على حس وداد قلبي يا ابوي مايسة موجودة من فضلك؟ ايه؟ سافرم؟ انا الدكتور منعم غريبة سافرم ازاي؟ انا كنت معهم امبارح ايوه عارفة انك كنت هنا امبارح انما برضو سافر فاتت لك جواب نقرهولك اسمع نعم سافرنا اليوم ويؤسفني ان اتركك والا يكون لك معي نصيب ولا تسألني عن السبب فده المقدر والمكتوب يا دكتور وأرجو من الله أن يجعلك تنساني كما نسيتك وأكرر لك شكري فقد كنت لطيفا حقا والوداع ميسة Thank you.
صباح الخير يا دكتور. حمودة هيكون مين؟ ازاي ده؟ الله، طب والزباين اللي جايين؟ ايه؟ صداع بسيط؟ الو الو، مالو يا حمودة؟ مش جاي. ليه؟ عيان عنده صداع، ضروري سهرته امبارح بنت الايدي. حضرتك؟ ايوه انا. الغرفة ده نفسي. احضر حالا مع خطيبتك لعقد قرانك مع قران اخوك عبد الموجود والدك عبد الرحيم. كيف؟ والعمل؟ العمل نروح نوديه له ونزوره. يلا. ايوه والنبي يا حمودة عشان اشمت فيه. صباح الخير يا دكتور، الف بعد الشر عليك. الله، انتوا سبتوا العياده ولا ايه؟ بعد الشر عليك، ان شاء الله اللي يكرهك يا رب. ميرسي. انت زعلان مني؟ لا زعلان ولا مبسوط ولا حاجه ابدا. انا عارفه سبب زعلك، منها ما جاتلكش في الميعاد امبارح. مش شغلك. مش شغلي ازاي؟ مش يمكن اقدر اساعدك. وانت مالك؟ وانا مالي ازاي ما دمت تهمني؟ وانت ما تهمنيش. معلش، مش ضروري اهمك، لكن ده ما يمنعش انك انت تهمني. شيء غريب. اخش. ايه انت كمان؟ الغرفة يا دكتور. ميرسي. عن اذنك. حاضر. يا عيني يا عيني يا عيني يا اولاد. ايه خير؟ ولدي مريض. مريض؟ مش لا يا ابوي. لا، بيعتذر وبيقول بالرفاعي والبنين. لا سلامته، يمكن يكون شويه برد ولا حاجه. احنا نكتب الكتاب الليله، يكون ربنا خد بيده بدل العطله دي. لا، انا مستعد انتك كتابي، اللي سكن اخويا الكبير واقف على راسي وانا نازل. بس معلش، يبقى يجيلك على الاربعين بتاعك. اصل اخوك كمان هيتجوز. طيب قول لي عبد الرحيم بيه يا كبير. ايه خيلتوني؟ ما فهمنا بقى. ايه رايك لو كتبنا ده هنا وتسافروا انتوا وتكتبوا التاني هناك؟ وده معقول؟ مش معقول، لازم نعمل فرحين هنا. ده انت عينة دي قوي يا جوجو. مش عينة دي يا مايسة، انا نفرح هنا واخويا مريض بمصر. كيف يحصل ده؟ بس بس بس. صبر عليا قوي يا اخوي، وانا بيته بمصر يا مايسة. هو صغير انك اللي في مصر ده؟ صغير مين؟ هو فاحل برضه زي اخوه. طيب اكتب له تاني اطمن عليه ونكتب احنا كتاب مايسة. اهو كده. ايه؟ اي والله فكرة يا ماما. ايه لا، ضروري من سفرك يا ابوي تشوفه وتجيبه هو وبرد. بس خلاص، كل تاخيره وفي اخيره. نسافر دلوقتي ونرجع بكره نجيب الافراح والليالي الملاح. عم وجود بوي، احجز لي بالتليفون تذكره اول قطر جايب على مصر وحضر لي الشنطه. حاضر يا بوي، فرجك يا رب. ادي له يا بابا عنوان بنتنا في مصر عشان ينزل فيها. ايوه، تعرف حضرتك شيء؟ لا، هروح دار ولدي. طب افرض ما لقيتش ولدك في داره. ما لقيتيش في داره، هلاقيه في دار خطيبته حتما. وعارف عنوان خطيبته في مصر يا عمي؟ ايوه امال، كاتبه لي في الجواب اهو. يعير 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 يعير، وهم يزومونا في فيلا انيقه مش عارف. يا طب خمس دقايق على القطر، قوم استعجل. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. على السلامه يا ابوي. دكتور، انت لسه هنا ولا ايه؟ قلت يمكن تكون لازمك حاجه ولا حاجه، ولا تكون محتاج حاجه. ميرسي قوي. تحب اعمل لك مساج؟ مساج؟ وانت تحب اعمل لك ايه؟ تفرقيني. انت لسه زعلان مني يا دكتور؟ عشان اي واحده زيك تعمل العمايل دي. معذور يا دكتور. بس من فضلك. الو، مين؟ جزار؟ لا يا اخويا مش جزار هنا. سوكا افندم، خد عندك. وان اي راجل سال عليا اقول له مش هنا. واذا كان اللي بيسال ست؟ ايه موجود طبعا. حاضر. عن اذنك يا بهي. اتفضل.
استريحت يا ست بهية؟ خربتيها وقعدت على تلاها يا ست بهية؟ قفلت لنا العيادة يا ست بهية؟ ضيعت لنا الشابة يا ست بهية؟ أبدا، الدكتور من بكرة هيكون موجود في العيادة. إزاي ده؟ هروح لميسة جبران وهترمي على رجليها وأقول لها إن أنا السبب وإنه من غيرها ما يقدرش يعيش أبدا. أهو كده. تقعدوا بالعدل. كفاية عنديك يا ماما. سعيدة سعيدة أوطني أنا تعبت. تعبت إيه يا أوطني؟ ميسة هانم فين؟ ميسة هانم سافرت. سافرت؟ أيوة سافرت تتجوز عبد الموجود. عبد الموجود ده إيه؟ عبد الموجود أهو. الو نستعجل. موجود خرج يمكن في العيادة ما عرفش اتخطبته يمكن نهارك مبارك. ما في فيلا أنيقة في شارع الدرج 600. أبدا،
منعم. جد الوكيت لما عرفت انك متمارض. انا فين؟ في شارع النرجس 600 عند عروستك. مش مصدقني؟ ايه؟ اهي قاعده جنبها ايه؟ اقفل السكه وتطلبني انت؟ اهو حقيقي انك موسوس. الو؟ ايه؟ جالك كلامي؟ ايه؟ قالت انها مسافرة؟ ده لا النسوان يا عبيط ولا سافرت ولا حاجة، وقاعدة تشكي منك، وعينيها مبكررة من العياط زي أخوك عبد الموجود، هجرها ليه ومزعلها ليه؟ بالشرف يابا، يا سلام، أنا حطير من الفرح، أنت رسول السلام يابا، أنا جاي حالا، مجيش؟ مجيش ليه؟ هي مش عايزة؟ ادهاني على التليفون يابا، كلمة واحدة. ميسة، كلمة واحدة. بس بس يا حبيبتي قطعت قلبي. ايه؟ خليص، صافي يا لبن، هنسافر في الحال عشان نعجد مع اخوك. يا سلام على حظ الحلم. أنا خلاص كنت قطعت الأمل يابا. طيب. الله يخليك ويطول عمرك يابا. يا حبيبتي يا ميسة. وقابلكوا فين يابا؟ انا هاخد مرتك دلوقتي على محلات الشياكه المصريه، اقسيها والبسها واصيغها، وتقابلنا هناك علشان نسافر في الحال على البلد. المأذون جاهز والاشياء معدن. سلام عليكم. يلا يا بنت. يلا يا عم. شقيقكم الدكتور عبد المنعم النطاسي. شريك مين؟ شقيقك مين؟ الدكتور عبد المنعم. ايه عجبك؟ الدكتور عبد المنعم يبقى اخوك؟ امال اخوك انت؟ يا ستي يا ماما. يا ستي يمكن عبد المنعم واحد تاني. عندك صورته؟ ملقح قدامك ليل ونهار هناك اهي. يخرب بيتك. وبعدين يا ماما دول زمانهم جايين. ده للكلام يا ست المز، لا بلح الشام ولا عنب اليمن. يخيبك فاسد. يلا بينا يا ماما احسن طوب علينا. ايه هنرجع؟ يا ريت نقدر نرجع. على عودك. ايه ده يا عبد المجود؟ يعني هيكون مين غير الكبير؟ يا خبر اسود. السلام عليكم يا عبد الموجود. اهلا اخوي، كيف حالك؟ الحمد لله. ازيك انت؟ الله يخليك. ودي مين؟ دي عروستي يا عبد الموجود. بليه اتفضل. هي عروستك فين يا ولدي؟ فوق يا ابوي. اطلع ناديها. ايوه امال، اتفضل اطلع اقلعي والبسي وهاتيها وانزلي جواب. نجيكي من شر اعمالك واضحي بنفسي عشانك. عشاني انا؟ الحقيقه مش عشانك انت، علشان واحد كنت بحبه واتمنى له الخير حتى بجوازه بيكي. ازاي الكلام ده؟ عبد المنعم هيموت ان ما اتجوزهاش، ورحت لها البيت عشان اقول لها ترجع له، انما بكل اسف لقيتكوا سافرت عشان تتجوزوها لاخوه. وانت مين انت؟ انا اللي غلطت وحطيت صورتي بدل صورتها في الجواب اللي بعته لابوه، ولما جه ابوه افتكرني ان انا ميت. هم عريسنا اتأخروا ليه؟ اطلع اجيبهم؟ لا اطلع انا، خليك تجيب. عن اذنك يا شيخ حسن. ودلوقتي مفيش غير حل واحد، والا تروحي في داهيه لو عرف الكبير،
ولا ينوبك عبد المنعم اللي ضحيتي بيه عشان الفلوس، ولا ينوبك اخوه طبعا. وايه هو الحل ده يا بهية؟ تلبس الملس وتنزل تكتب كتابها وايدها في ايده على مصر، ولو شفني ابوه ما تقلعيش الملس قدام ابوه ابدا. وعبد المنعم طبعا فاكر اللي جات معاه من مصر ميسه. طيب ابويا وامي وانت هتعملوا ايه؟ هوا على مصر، ننزل من باب الوراني قبل ما تكتبي كتابك انت. وانت ينوبك ايه من كده؟ ينوبني اني رجعت لعبد المنعم حبيبته اللي بيحبها من كل قلب، وكفايه عليا ان يكون سعيد. البسي حالا يا ميسه قبل ما حد يطلع. يلا. تصرف كيف يا عبد الرحيم؟ تصرف كيف يا عبد الرحيم؟ تصرف كيف يا عبد الرحيم؟ لاقيها يا ولدي. ميسة، ما كل بتوع مصر ميسات. ايوه يا حبيبي انا اهو. اهلا وسهلا. امال فين عروسة اخويا يابا؟ جاي حالا. شوف شغلك يا شيخ حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه دي؟ مبسوط يا سعادة المدير من العهد الجديد؟ ايه ده اللي كان الواحد بيتمناه من زمان. والتطهير يا بيه، ايه رايك فيه؟ طلع يا بيه كل الفاسدين والمجرمين والمنافقين والطغاة، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. امال يا بيه، امال يا بيه، امال يا بيه، امال يا بيه، امال يا بيه. ايه ده يابا؟ مفيش يا ولدي، بس بيقولوا ياتيك بالاخبار من لم تزودي. ده انا يابا قلت وعدت وحذرت ونبهت ونصحت وهددت. رايحة فين يا ميسر؟ مش رايحة. وعلى رأي المثل من شابه أباه فما ظلم يا خل. اسم العريس؟ عبد الموجود عبد الرحيم. وأنا يابا؟ أنت اللي تدور تاني. والعروسة؟ ها، موافق على عروستك يا عبد الموجود؟ تحت أمرك يا أبوي، اللي انكتب على الجبين لازم تشوف العين، وعدك ومكتوبك يا قلبي كان مخبي فين. كان مخبي ورا الباب يا عبيط. أنا عايز جاي. صحيح يا عمي؟ هنبقى على عريسك يا بنت عبد الموجود. أمية ده عروستي يا ابوي. ولعكم مين؟ وميسه. ميسه عروسه اخوك يا عبيط. وابوها صورته عندك اهو. ميسه؟ ميسه مين؟ عروستي يا اخوي اللي جابوها لي من مصر. ازيك يا منعم؟ ميسه، الكلام ده ايه؟ بالراحه بالراحه، ما تطورش دمك، ابوك المحترم هيفهمك على كل حاجه يا روح ميسه. عبال ملبس. ايه الحكايه يابا؟ ميسه كانت خطيبتك وخطيبه الفحل اخوك كمان، جرت الاعلان فضلت الخمس تلاف جنيه عن راجل حبها واخلص لها الود زيك. وادي النسب الصالح يا ولد. امال اللي جت معانا دي تبقى مين؟ اللي جت معانا دي واحده ضحت بحبها لك يا منعم علشان تنصح بنت الفاسد دي انها ما تلعبش بالنار. هي مين يابا؟ على عايزك. مين؟ بهية. الله، انتوا قرتوها؟ بعد خمس دقايق هيقوم قطر على مصر السفلى، عارف هتعمل ايه؟ اخده انت والعيله الكريمه يا حلو. باي باي. استني يا بني. والعريس الثاني اسمه يا سعاده البيع؟ اسم العريس الثاني يا منعم. مفيش تاني بقى يابا. منعم، ايه رايك في دي؟ والله يابا ما فكرت لا في دي ولا في غيرها، والحمد لله اللي خلصت من استميسه بنت العفيف دي. بس انا قسمت قسم لبهيه ما يوجعش ارض انها ما ترجعش مصر الا متجوزه. متجوزه بيا انا؟ لا، متجوزه وخلاص. هي عندك وانت لو وقعت اليمين شوف لك حل. خلاص، وانا كمان مش عاوزاك. خلاص، لقيت الحل. انا راجل دلوقتي في عز شبابي اولا، واقسمت يمين ثانيا، ونفسي مفتوحه للجواز ثالثا. ايه رايك بقى؟ انت حر يا ابوي. موافقه يا بهيه؟ انا خدمتك يا عمي. اكتب يا شيخ حسن، العروسه اسمها بهيه. بهيه هي؟ بهية ايه؟ بهية شوقي. بهية شوقي. بهية شوقي. والعريس؟ والعريس اسمه عبد الرحيم. عندك ايه؟ اسم العريس عبد المنعم عبد الرحيم. منعم. بهية. نجية. عبد الموجود. الوادي والمدوب ما قد
بارد لنا وكل شيء مكتوب بنشوفه كلنا.